لقد تم تأسيس ديوان رقابة المالية والإدارية في عام 2002، باشر أعماله في 2003، وبالتالي تمكن الديوان خلال هذه الفترة من إصدار تقاريره بكل حيادية وبكل مصداقية، أخذا في عين الاعتبار آخر التطورات في مجال الرقابة المالية والإدارية على مستوى العالم. وإحنا فخورين بهذه التقارير من ناحية الجودة المهنية والاستغلالية في إعدادها. هذه التقارير مهمة جدا، كون الديوان مؤسس كجهة مستقلة تتبع جلالة الملك وتراقب الحكومة ومجموعة من المؤسسات الأخرى. استطعنا من خلال تواصل مع جهات دولية أن نتمكن من تدريب موظفين وفق أفضل الممارسات والشهادات المهنية المناسبة لمجال عملنا، وكذلك أيضا تطوير قدرات الديوان في هذه الفترة للقيام بالأعمال مباشرة وفي تخصصات مختلفة. عملنا وسياستنا هي النهج الإيجابي في طريقة العمل. طبعا ليس هناك من يحب أن يتم التدقيق عليه، لكن المهم جدا في هذه العملية أن نتبع سياسة واضحة فيها ذكر إيجابيات كل جهاز، فيها ذكر لإمكانيات التحسين في هذا الجهاز، وفيها ذكر للملاحظات، ولا نخشى أيضا من بكل صراحة أن ننص على المخالفات الموجودة. وبالتالي استطعنا خلال السنوات أن نكسب تعاون أكبر من الجهات المختلفة، ونشكر الحكومة دائما على تعاونها وتوجيهها للوزارات والمؤسسات، ونجد أن هذا التعاون أوصلنا إلى نسبة تنفيذ ومتابعة لتوصيات الديوان، وهذه نسبة نفخر بها ونتمنى أن نراها تزيد في الفترة المقبلة. لكن أيضا إحنا قدرتنا على التدقيق ليست ثابتة، بالعكس مثل ما الأجهزة الأخرى نطلب منها تطوير أنظمتها، هناك أيضا مجال كبير لنا لتطوير أنظمتنا. وبذلك قام الديوان بالإضافة إلى التركيز في الفترة الماضية على زيادة قدرتنا فيما يتعلق بالشهادات المهنية، أيضا هناك تركيز على التدريب، تركيز على جانب التكنولوجيا والتأكيد على استخدام التكنولوجيا لتساعدنا في القيام بعملنا، وكذلك أيضا التركيز على تطوير قدراتنا في التخاطب مع العالم الخارجي والتواصل، بالإضافة إلى المؤسسات الموجودة اللي نعتبرهم شركاء لنا في مملكة البحرين. التواصل مهم جدا سواء محليا أو دوليا، حتى نستطيع دائما أن نطبق ونشارك في صياغة أفضل الممارسات للفترة المقبلة.